يلقب بالشرس والغريب، ويحذر منه الخبراء ويطلقون عليه اسم الطائر الغازي، طائر المينا الهندي. ينتمي هذا الطائر ذو المنقار الأصفر والريش الأسود لعائلة الزرزور، وهي طيور نشيطة اجتماعية ودودة وذكية وسريعة التأقلم في البيئات الجديدة. يسميه بعض مربي الطيور بالببغاء الرمادي. يربى في أقفاص حول العالم لجمال تغريده وقدرته على تقليد الأصوات، إذ يمكن تدريبه على التحدث مع البشر وتقليد أصواتهم، لذا يلجأ البشر إلى تربيته والاستمتاع بتغريده. أما حجم الطائر ذو الأصول الآسيوية الهندية والتي أخذ منها اسمه المينا الهندي، فيبلغ اليمامة تقريباً، ويعد من أخطر الطيور على مستوى العالم. أما منظمة البيئة العالمية فقد صنفته ضمن أكثر 3 طيور إضراراً بالنظام البيئي، وفي أستراليا حيث ينتشر بالملايين، والبعض يطلق عليه اسم القوارض الطائرة من شدة الأذى الذي يلحقه بالنظام البيئي. ويوجد من طائر المينا أنواع عدة، لكل منها له سمات خاصة به، ورغم وجود سمات عامة تجمع فيما بينها، يصعب التفريق بين الذكر والأنثى لتشابههما في شكل الجسد، ويوجدان معاً باستمرار. ويرمز طائر المينا للحب الخالد في بعض مناطق العالم مثل الهند، لأن علاقة الأزواج تدوم مدى حياة الطائر، والتي تتراوح ما بين 12 و25 سنة. أما مخاطر المينا الهندي، فهو يمتاز بعدوانية مفرطة تجعله لا يتوانى عن مهاجمة أعشاش الطيور المستوطنة مثل الدوري واليمام، ويقتل فراخها ليحتل أعشاشها، وهذا يشكل تهديداً حقيقياً على التنوع الحيوي ووجود الطيور الأخرى. وللمينا الهندي القدرة على نقل أنواع من الطفيليات والجراثيم التي قد تسبب أمراضاً قاتلة للإنسان والحيوان، ولأنه متعدد التغذية فتعد تلك السمة خطراً، فهو يقتات على المحاصيل الزراعية والحبوب والحشرات وبقايا الطعام البشري والحيوانات الصغيرة. ويؤسس تكاثره المتسارع وتأقلمه مع مختلف البيئات لأسراب يمكن أن تهاجم الحقول والمزارع، وهذا قد ينتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة. كما لا توجد للمينا أعداء من الطبيعة تحد من انتشاره، ولا يميل الصيادون لصيده لاعتقادهم بعدم جواز أكله. ويصنف المختصون في مجال البيئة طائر المينا الهندي على أنه من الأنواع الغريبة الغازية، وهي من أخطر الطيور. وتقول بعض الروايات إن هذا الطير أدخله الإسرائيليون إلى المنطقة في 90s القرن الماضي كطائر زينة، لأنه يقوم بأصوات جميلة، إلا أنه هرب من الأقفاص وسرعان ما انتشر بشكل كبير جداً، وظهر في الضفة الغربية لأول مرة في سنة 2000، ومنذ ذلك الحين بدأ بالتكاثر سريعاً، وينتشر هذا الطائر عند النفايات بشكل كبير. ومع انتشاره بات طير المينا أكثر إزعاجاً للبشر بوقوفه على النوافذ وبسبب الأصوات التي يصدرها، كما أن له تأثير على بعض أنواع الفواكه والمحاصيل والخضار التي يتغذى عليها بطريقة شرسة ومؤذية. وتطالب العديد من الدول بتضافر الجهود بين الدول المتضررة من تصرفات هذا الطائر للحد من تواجده والمنع من انتشاره.